أهلا بكم من جديد. مجوهرات ناعمة مستوحاة من رموز الطبيعة كحبات الرمل صممت لتعكس هوية المرأة القوية. فاطمة حسام ونورة السراج جمعهما شغف المجوهرات والتصميم في مجموعات منوعة. للمزيد والتعرف على المجموعة تنضم إلينا في الاستوديو فاطمة حسام ونورة السراج مصممة المجوهرات. صباح الخير. صباحكم. يعني مجوهرات بلمسات زي ما قلنا مستوحاة من الطبيعة وناعمة جدا والاستخدام اليومي خلينا نقول شبابية. لكن في البداية يمكن حابين نتعرف على مثلا احنا حنلف المجموعة واحدة واحدة بس الأخضر بما أني أحب اللون الأخضر تعرف على المجموعة هذه في البداية. هذه كانت المجموعة المليكة كولكشن طلعناها للعيد الكبير بس هو our classic collection هو الهيمة كولكشن اللي هو هذا الكولكشن اللي نحن لابسينه. الهيمة كولكشن استوحيناه أنا ونورة من قصة اللؤلؤة ووايد عيبتنا القصة. اللؤلؤ إذا تعرفون كيف يصنع أن المحارة في البحر تكون مسكرة وايد قوي ووايد شي رمل حولها. إذا دشت حبة رملة لها المحارة طريقة المحارة هنا تدافع عن عمرها هي أنها تسوي غلاف فوق غلاف فوق هاي الرملة لين تستوي اللؤلؤة. فنحن نبغى كل بنت يوم تلبس مجوهراتنا يوم تلبس أي قطعة من الهيمة كولكشن تعرف أن إذا هي كانت قوية وصامدة تقدر تطلع بشيء جميل من نفسها وشيء جميل غير عن كل اللي حولها. ممتاز. طيب أنا لفت انتباهي التصميم ده واللي أنت لبسك تحديدا. نحن شوفي عاملين هو هذا ثلاث تصميمات بالنسبة لسناسل هو هذا والهارت وهذه اسمه هيمة هاي تايمة سميناها وهي مليكة. هلأ هاد بتأثر بتطول هيك زي ما انت عايزه يعني انت ممكن تلبسي مثل هلا نحن كمحجبات كثير عم بيطلع كلاسيك كثير عم بيحبوا العالم وبنفس الوقت حتى الغير محجبات لانه مو هو بيتاثر هيك ممكن يلبسوا على فستان سواري مفتوح من الظهر يحطوا لورا وهي الحركه عملناها كمان بالهارت يعني مو بس كمان الهارت بيتطول وبيتاثر. أنا لفتتني أسماء الكوليكشنز أول شيء تيمة ومليكة وهيمة على أسماء مين؟ هيمة هي أول كوليكشن كان هذا الصحراء معناتها تيمة هي الأرض الواسعة ومليكة كان من مصغر مليكة. جميل. طيب في استخدام الأحجار الكريمة في استخدام لون الروز إيه الجديد في المجموعة؟ هلأ لون الروز نحن ممكن يعني هيمة من الصحراء فلون حبات الرمل هو كان اول يعني مجموعه لنا كانت هي لون روز بس ما كنا عاملين لا لون طيب في وحده منهم روز اي هي روز هي اللي لابستنها هي روز وهذا هون عندك روز عشان تبان اكثر. نحن عندنا ثلاث الوان الروز عندنا اليالو جولد والاحجار دخلنا اللولو الكوارتز الملكايت. اكثر حاجه عليها اقبال الناس حباها كاحجار دائما الصدف هو اكثر شيء لانه ينلبس على كل شيء يو نو يا والتكستشر مال الصدف يجنن ف يعني اذا يتزوم عليه يا هذه ممكن تلبس مجموعه كذا اكثر من واحده اكيد لان عندنا سايزات غير يعني حتى مثلا هني السايز الاصغر شوي وهذه انا شايفتها كانها حق اطفال ما بتتقفل على يدي لا لا في قياسات لانه احنا كله عندنا قياسات البيبي كولكشن جميل جميل والله يدي نحيفه لا لا حسستوني انه لا لا فكرت حق هذا مع البيبي كولكشن هلا البيبي كولكشن عملنا منه الام والبنت يعني هاي البنت وهذا المجموعه تبعيت الام هن نفس الشيء بيصيروا بيلبسوا جميل. طيب بالنسبة للخواتم أنا كمان شايف الخواتم هنا خواتم هلا قبل الخواتم عندنا نحن مو بس السناسل لها كذا طريقة بتلتبس حتى الحلق الحلق عندنا بيلتبس بثلاث طرق سو هذا هو الكلاسيك هيما ايرينجز يكون معمول من حبتين يا ريت تلفي شوية عشان تشوفي أراويكم اوكي طيب هذا هو الكلاسيك هيما ايرينج القطعة اللي ورا تنشل فتقدرين تلبسين القطعة الصغيرة كل يوم مثلا مثل هاي
اوكي وتحطين القطعة الكبيرة تركبينها من ورا for occasions ايوه للمناسبة او احتفال او فنحن جربنا ان كل قطعة نسويها ان البنت تقدر تلبسها باكثر عن طريقة نجرب يعني you know البنت يكون عندها ال يعني اكثر من خيارات كمان لفتني هاي للبيبي او مولود ممكن من اي عمر تقدر تلبسها يعني تقريبا من 6 شهور 7 هيك حتى تكبر لانه حتى هذا لقلك شغله عبال كثير حبوا العالم التينيجر وحتى الادل عم ياخذوا السنس عم ياخذوا الحلق عم ياخذوا الخاتم بس بيقولوا لنا كبروا شوي مشان هيك نحن قلنا خلاص حنعمل مام كولكشن خصوصا انه الامهات الان صار كثير يحبوا يلبسوا ملابس أيه. مثل بنتها او تلبس ايوه ذهب نفسه جميل وحتى مثلا في الاكسسوارز نفس الشيء هذا اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي هو الحلق اللي تلبس باكثر أيه من بس طريقه بس هلا شوف في هون مثلا قياس اصغر نحن عاملين كمان قياسين بالنسبه للدايموند يعني عندك هدول هذا الحلق اكبر الكبير ده اصغر وده الحجم الكبير والخاتم طبعا نفس الشيء اوسو وبالنسبه لمجموعه تيما هلا تيما السنسله تبعها ما بيتحرك ثابت يعني في كثير علم انه لا يعني مو حتى بتحسي انه هن بيحبوا لا بس يكون له قفل ما في لانه هلا مثل هذا ما له قفل نحن هذا طلعناه على عيد الام اول شيء الان هذا كله ذهب اصفر وابيض والالماس هذا الدايموند الفصوص كله هذا حجر طبيعي والماس طبيعي وذهب عيار 18 ثلاث الوان الاصفر والبينك اللي هو الزهر والابيض طيب جميل فاطمة يمكن أنت عرفتي كبلوجر أو فاشينيستا إيش اللي حولك لتصميم المجوهرات؟ تعرفت على نورة وأنا من سنين كنت أدور شيء أبدع شيء يكون يعني يكون ماين طلعتي إبداعات كلها لأنه أنا عندي هواية المجوهرات وأنا من زمان بصمم مجوهراتي لألي فلما تعرفنا على بعض كملنا بعض جميل أنك أقنعتيها بالفكرة وجميل أنكم موجودين معنا هنا في الاستديو ويعني وحبتها كثير عرفتي يعني مثل ما قلت كانت عم بتدور أنه شو بدها تساوي لقينا بعض جميل جميل انكم موجودين هنا زي في الاستوديو زي ما ذكرت فاطمه حسام ونوره السراج مصممتان المجوهرات كانوا معنا اليوم شكرا جزيلا لوجودكم معنا لكم التوفيق شكرا ان شاء الله عجبكم